العصفورة قالت لي يوم ما رحت الزمالك كان الجماهير بتهاجمك وابتديت تجيب قطن معاك وتحط قطن في ودانك، الكلام ده صح ولا غلط؟ الفترة كانت صعبة جدا يعني. أول ما رحت الزمالك أول مرة ألعب دوري ممتاز في حياتي يعني، كان ماتشات بقى وبتاع والكلام ده كله. والزمالك برضو عشان تخش، أنا كنت جيت قبل ماتش أول ماتش في الدوري بيوم، لما أنت ما خفيف ولعبت تاني يوم ماتش الإسماعيلي. والجمهور بقى كان، الجماهير كانت صعبة جدا، كان شتيمة دايما باستمرار. أنا كنت وحش، خلينا متفقين، أنا راجل أمين، أنا كنت وحش جدا بس مش كويس مج... انت بتصرح أه نفسك. أنا كنت وحش، فمن كتر الشتيمه بقيت خلاص مش قادر العب يعني، مش قادر العب. اللي وقف جنبي ساعتها ابو العيله، كان ابو العيله كان نفس الوضع بالظبط، كان برضه بيتشتم على طول وبتاع، فقال لي ايه ده ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، والدنيا تمشي. حتى راجل من كتر مستر كول، من كتر الضغط اللي كان عليا، قعدني ماتش قال لي هتقعد. وحتى المحللين وحتى النقاد كانوا يقول لك هو احمد مجدي لازم يلعب. ليه حطيت قطن في ودانك؟ مش عاوز اسمع الشتيمه يعني، عاوز اركز في الملعب، مش عارف اركز، مش عارف اتشتم ومش عارف اركز. قدرت تركز؟ بعد اول 6 شهور لو جبت امي تلاقي الله تشتمني في الشارع وانا ماشي جنبي كده، ولا عمري ابص جالك لحد. تبلد خلاص جالي تبلد. فخلاص يعني خلي بالك دي من احسن الحاجات اللي انا طب اتعلمتها في حياتي. عايز اقول لك على حاجه برضو اعرفها منك، يعني رحت المصري لعبت صح؟ كنت خانق مع كابتن حسام حسن؟ لا لا مش خانق، كابتن في حسام مشاكل معاه؟ لا كابتن حسام كان في الزمالك لما جالنا، ف انا كابتن حسام كنت بلعب اساسي على طول وبتاع والكلام ده كله. فجه مره واحده قعد، كنت رايح منتخب 2010 بانجولا، كنت رايح، كابتن حسام كلمني وقال لي ما تزعلش ومش عارف ايه وبتاع، وانا مش عاوز اخدك واقعدك احتياطي واخدك واطلعك بره وانت لعيب كويس، واما ارجع هاخدك وي وي والكلام ده كله. في ساعتها فتح الله راح، فرجع، رجع من البطوله لعب هو والصفتي. طيب ف يا كابتن حسام انت عاوز العب يعني ايه اللي طب ناقصني؟ قال لي انت رقم واحد عندي سواء لعبت او ما لعبتش. قلت له يعني ايه؟ قال لي انت لعيب رقم 12 عندي، تبدا بقى ما تبداش انت لعيب. وكنت دايما بنزل باستمرار، بس كنت اول مره اتحط في موقف ان انا اقعد احتياطي من اول ما لعبت كوره لغايه الموقف ده، انا عمري ما كنت قعدت احتياطي، كنت بلعب باستمرار. فالوضع بالنسبه لي كان غريب، مش عارف اتاقلم برده معاه، وقعدت فتره ما بلعبش خالص، والفرقه كانت ماشيه كويس والكلام ده كله. فاتكلمت معاه قلت له انا عاوز امشي، قال لي اصبر يا مجدي انت اول موسم جاي وهتلعب. ايوه فتره جديده والكلام ده كله. انا استعجلت مشيت رحت المصري، ودي برضو لو رجع بقى الزمن، بس انا كنت صغير في السن جدا، ما كانش حد حواليا يديني القرار الصح. بعد كده هو راح المصري. فمشيت. مشيت رحت المصري، عملنا اول موسم عالمي. تاني موسم كابتن طلعت يوسف مسكنا مشي، جه كابتن حسام. فكل يستشهد، كل شويه يستشهد بيا يعني، كل شويه اساله مجدي، اساله مجدي. جيت اول ماتش كنت انا مطرود ما لعبتش، الماتش الثاني نزلت احتياطي يعني، لعبني الماتش الاسماعيلي احتياطي وبعد كده ماتش المصري. فهو مقتنع بحاجه معينه هو مش عاوز يغيرها، شايف ان احمد مجدي يبقى احتياطي، وانا ما تقبلتش كده. فلكن شخصيا انا بحبه، انا بحب كابتن حسام جدا شخصيا. كويس اللي انت مشيتش رحت على الاتحاد، لا الحمد لله.